بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دلوقتي يا جماعة جه حاجات كده شتوي تتلبس في الشتاء من فوق الملابس للخروج من البرد يعني وكده. الواحد على كام؟ في منه أشكال كتير. أنا قلت أصوره لكم إحنا في تخفيضات العائلة. ده ب78 ريال، 99 هلة، يعني ب79 ريال. الاسعار كلها مش زي بعض، بس انا قلت افرجكم يعني على الحاجات دي. احنا في تخفيضات العائلة، الرياض، حي النهضة، شارع سلمان الفارس. الشكل ده جميل جدا. على كام ده؟ ده ب62 ريال. اوفر من على الكمام ومن عند الرقبة بزعبوت، فرو وزعبوت. وده جميل جدا، البني ده متبطن من جوه بفرو اهو، والجيب بتاعه فرو اهو. اشكال كتيره جدا يا جماعه بصراحه، حاجات حلوه. في صوف الساده اهو، في منه الالوانات دي، حلو ده خفيف و يعني كلها دي اشكال يا جماعه. الجواكت شتوي بتتلبس من فوق، هي مش جاكيت، هي انا عارفه اسمه بس نسيت. ده جميل جدا، ده ب59 ريال. ده الشكل ده ب59 ريال. اشكال كتير اهي يا جماعه. من الشتوي في فرو تاني احنا صورناه قبل كده، هوريه لكم عشان يبقى كله. ما اعرفش والله. محمد لو سمحت شويه، هنا في فروات تانية اهي، كله فرو يعني. ده ب49 ريال، شكله حلو جدا والفرو بتاعه عالي اهو. ده الفرو بتاعه يعني ايه، ناعم شوية. كله ده على 49 ريال، الفروات دي على 49 ريال. في ناس بتحب الفرو. شنط دي كانت في قسم الملابس الشتوية الجديدة بمناسبة الشتاء يعني. ايه في على 44، في على 49، كله مش زي بعض اهو يا جماعة.